السلام عليكم ورحمة الله. أجل في الأول نبدأ بزيارة شنقريحة إلى باريس. زيارة دامت 4 أيام. عمي واش دير في 4 أيام هذو؟ أخرى زار مدارس عسكرية ومن بعد سينياو وثيقة، ما نشكو عليها اتفاقية، وثيقة نضاو عليها. واش تقول؟ يعني تدعيم سبل التعاون العسكري والأمني بين الجزائر وفرنسا. هذه الحكاية 4 أيام باش خرجت بهذه الحكاية هذه. دروك كاينة حاجة تخرج الأمور كاينة سرية. صفقة الأسلحة سرية، خاصة لما يتعلق الأمر بالجزائر، لأنهم موالفين يديروا كل شيء مور الريدو. ما عندهم الشجاعة يقولوا احنا نشيلوا السلاح من فرنسا، ما عندهم الشجاعة باش يقولوها. جبانة حتى في الجزائر ما يقدرش يقول لك احنا اللي رانا نحكموا متخبيين مور الريدو، حاطين لك واحد انسان نذل تبون تاع وجه كفوف بخاخة يقول كذا، هو اللي راهو يحكم يتمسخروا بينا. دونك 4 أيام الكادوات فينالمو هذاك الكاسك اللي مدوهولو قالو نعرفك تويتي كافاليي، مقتاش كاين كافاليي، سمعت على كافالري تاع الحراسة تاع الحرس الجمهوري، يعني انا قالو حطو في البيرو لو كورنيو كيما دولو، قالو حطو في البيرو. دونك انا عندي الفيديو، للاسف ما قدرتش نفذ الفيديو هذايا، توجدوه في لو فيغارو، سمعتو الفيديو موجود في الفيغارو، ما قدروش يعني نرفدوه باش يتسجل ما يتسجلش. الور هاوليك وتسمعوا مليح واحد اللقطه، واحد الكلمه قالها لو كورني وزير الجيوش، ما نقولش وزير الدفاع في فرنسا، يقولوا وزير الجيوش سي لو مينيستر دي زارمي، هذيك التسميه الصحيحه ديالو مينيستر دي زارمي. تسمع واش قال الشنقريحة؟ تقول اديو لالجيري، خلاص ما بقاتش، ما بقاتش يعني لالجيري هادي. مشيت تما سيو نشوفوها هنا هكذا، هنا نشوفوا كي الوثيقة اللي مضوها. شفتوا لو جيست؟ شفتوا لو جيست؟ قالوا سي بوزوان يا التليفون، نعاودو باش نشوفها ومن بعد نعاود نحطها في الفيلم. نديرها ايضا في النهايه ديريكت. هنا في الوقت هذا راني نشوف قالوا كوم فوز اتي كافاليي جو مي سوي دي. Voilà, voilà, bien. Si vous avez besoin de quelque chose, vous téléphonez.
غدوة نعاودو نسجلوها وندخلوها نحطوها في الفيديو باش نشوفوا الرخص اللي وصلون عليه ولاد الحرام هذوما. هذا يروح عند لو كورنو قد ولده، لو كورنو اصغر من ولده، هاد وزير الجيوش الفرنسي مولود في سنة 86، موجود في سنة 86، ها؟ حاولي كلا شكون راه مولود في سنة 86، يعني عنده 36 سنة في عمره، والآخر 78 سنة. تعرف أنت تشوف كي يجوا يقابلوا الفرنسيين اللي كان دولة مستعمرة وعندها اون بوبولاسيون فييسونت، عندها يعني السكان ديالها كبروا، عندهم بزاف لي سينيور، يجيب لك رئيس عنده 47 سنة في عمره ولا 46 سنة، ماكرون مولود في سنة 77، يعني كان تبون قرا وبدا وكمل ولا عنده 45 سنة، زاد في 77 45 سنة، تبون عنده 77 من 78 سنة. يجيب لك وزير الدفاع عنده 36 سنة، يجيب لك قائد الأركان، هذا زعما اللي كبير فيهم، قائد الأركان هذا هو الكبير فيهم، سمعت عنده 58 سنة، احنا جايب غير الفيول خوه، مي سي نورمال هما متقدمين احنا متخلفين، وزير احنا دي فيول سراقين اون بليس دو سلا، وفوايوات عرايا. ها وشكون راهو يحكم في الجزائر يا ناس؟ وشكون يقبل بهذا الشيء هذا؟ شكون ولد الحرام اللي يقبل الجزائر انه يحكم في يحكم فيها شيوخه فوايوات؟ دي فيو فوايو عرايا ما يفقهوا لا في السياسه لا في حتى شيء. شامبيون غير في السرقه والكذب. شامبيون في السرقه والكذب. هاي وري لي برك كيفاش نتايا فرنسا اللي عندها بوبولاسيون فييسونت، رئيس الحاكم 45 سنة، وزير الدفاع 36، قائد أركان 58، وحنايا وزير الدفاع اللي هو بعد رئيس الجمهورية 72 سنة، قائد أركان الجيش 78 سنة، يبولوا على أرواحهم، يمشيوا بليكوش. وكي تهدر تقول يا ولدو خلوا البلاصة لي جون، نتوما فاش تفيدوا الجزائر؟ والله يقول لي فاش يفيدوا الجزائر، واش من الفايدة يقدموا الجزائر؟ يهرسوا فيها هذا المكان، يهدكوا فيها، يهدموا فيها، يدقدقوا فيها، هذا واش راهم دايرين؟ حيت تشوف الله يتحير. بعد يقول لك 4 أيام ما عمل حتى ما عمل حتى اتفاقية ولا كذا، قال تعاون العسكري والأمني، ما دا حتى واحد مسؤول أمني، لا مدير بوليسية ولا مدير أمن داخلي ولا مدير أمن خارجي، شكون اللي راح يناقشوا؟ وهي الحكاية وما فيها. كيفاش كانوا الراجل يعطيلو كاسك تاع كافالي تاع لا غارد ريبوبليكان، قال باش تدير لا كافالري نعطيك الكاسك هذا هاو كادو، لكن هذا كيما قلت البارح رسالة، قال لهم انتوما عساسين، انتوما حراس في الجزائر دايرين مع عساسين، يعسوا على مصالح فرنسا، وصح هذه فرنسا، وعلاش انا راح نخرج العدو؟ تش
شحال اللي راه فارض روحو عليا هو اللي راه فاتح لها البيبان، هو اللي فاتح لها البيبان. وهذا كله باش قال خلينا ترضى علينا فرنسا، باش ترضى عليهم فرنسا. وشكون فرنسا؟ ولادهم، ولادهم. بس كي هذا تطرح تهضر للكورد تقولوا لا غير دالجيري، ولا تهضر لماكرون تقول لا غير دالجيري، ولا لو بون تقول لا غير دالجيري. خاطيهم ما عاشوها ما شافوا، ويشوفوا فيهم هما يرتكبوا في جرائم لم يرتكبها الاستعمار في حق الشعب الجزائري، في حق الشعب الجزائري. ومن بعد غدو يقول لك لا لا حنا لا حنا هذا عدو وهذا كذا وهذا منا وين اللي يزعفوا عليكم تحبوا تدوروا الشعب ضدهم، ومن بعد كي تنبطحوا تحبوا الشعب ينبطح. حنا ما نبطحوش، حنا ما نبطحوش، هذا ما كان. انتم موافقين بالانبطاح، وخير داري على انكم موافقين بالانبطاح. هاو شوفوا ولد الحرام تاع تبون كيفاش يرومبي، ها شوفوا كيفاش يمرد على يديه شوم. ناس فامي دايما هاري فامي في الجيكات يمرد على يديه ورا اقرا عليه قال له لا غالب واش راهي صرا في الجزائر هذه. نعدي ونشوفوا نقطه واحده اخرى بعد زياره ذات سي شنقريح 4 ايام هو في فرنسا. السيد حاليت له باش ينبطح قدام السياد، وهذا واش دار 4 ايام وهو ينبطح؟ هذا واش دار 4 ايام وهو في الانبطاح شنقريح؟ ما عليه، شوفوا واش راح ينتج على هذه الزياره. في حال ما يقولكش بلي رانا شرينا السلاح، روح يقول بعنا السلاح، كلش كلونديس من تحت. دونك الفرنسيين يقدروا يتفاهموا معاهم ويعطيو تشيبا، ايه فاهمين السيستم، حتى وين هما عندهم قوانين وكذا ومنا صعيبه، واي تحرك مع هاد العصابه كاع يعسوا فيهم. والعصابه هذا ما عندوش يحوسوا على التشيبا، يحوسوا على الرضا، الرضا، رضا فرنسا عليهم، هذا باش يفتشوا. هشام عفوان، الله اكبر، هشام عفوان، هشام عفوان.